الكلام ده وحي جاي دلوقتي يعني ولا كلام؟ ده كلام انا انت بترد بيه على الدكتور سيد مصطفى. رد عليا انت حضرتك عيسى ابن مريم ولا محمد؟ وبعدين المخطوطات دي منين؟ طيب يا سيدي خلاص اوكي انت محمد وانت مصطفى انا هريحك ماشي يا عم. انا هريحك. انت بقى سؤال محمد مصطفى ده اللي هو المهدي صح؟ اوكي جميل. ايه علاقتك بعيسى ابن مريم؟ الاثنين فيك؟ الاثنين جواك دلوقتي؟ اقول لك لا بقى شامبو بيرت بلس شامبو بلسم في ان واحد. لا مهدي في ايه يا عم مصطفى؟ لا مهدي الا ابن مريم. حضرتك دراستك ايه؟ ازهري. يعني الحديث ده عدى عليك؟ حديث ايه بقى قوله تاني؟ لا مهدي الا ابن مريم. لا ما عداش علي. ما عداش عليك. ما عداش علي. نكلم حضرتك بقى بالمنطق والعقل. حلو؟ طيب مش موجود على فكره انت بتقول. ما انا هقول لك على كلام المنطق والعقل. يعني رجاء لا تخلي حديث على المنطق والعقل. خلاص؟ ودي التحديث انت قلته من شويه. لو انا اتوقع في الدنيا الا يوم لا طول الله ذلك اليوم حتى يالي من اهل بيتي رجل اسمه يواطي اسمي واسمى بي اسم ابي اقنى الانف اجل الجبهه يملا الارض عدلا بعدما ظلما وجورا. صح؟ يعني ايه اقنى الانف؟ يعني ايه اقنى الانف؟ انت مش شايف يعني ال... لا انا مش شايف. طب و اجل الجبهه يعني اجل الجبهه دي مش فاهمها؟ انا عايزك تفهمها لي. السفر موجوده فيك؟ يعني خلاص يعني انا بسالك يا سيدي. يا سيدي نظري نظري صفر على ستة. رد انت عليا. انت اجل انت اجل الجبهه ده. والله والله اللي لا عين بيشوف. انا حلو يعني ايه اجل الجبهه؟ قول للجماهير كده اجل الجبهه يعني ايه. يا سيد مصطفى رد عليا ارجوك ما تعرفش من السؤال. انا عايزه هو يقول. والله انا عايزه هو يقول عشان بس الجماهير تعرف. عايز تكتفي يعني عايز تكتفي بالعلم الاسلامي لوحدك يعني. اقول لك انا راجل يا سيدي. انت راجل مجمع اديان اللي موجود في مصر القديم. انا راجل على قدي من الازهر وغلباني عن مصطفى. ريحني بقى الله يخليك في القران بتاعنا والسنه. يعني ايه اجل الجبهه؟ يعني انا بسالك اهو. لا انا بسالك انت. يبقى انت ما انتش عارف. كل اعلم وانا احترمك والله. عارف ولا مش عارف؟ عارف طبعا. يبقى انت ساكت ليه؟ مكسوف؟ خلاص ادي واحد مكسوف على هوا. شفت انا حد مكسوف يا عم سعيد؟ اتكلم معاه يعني اجل الجبهه يعني اقرا يعني راسي صلعه من هنا. صلعه من هنا. انت ده باروكه اللي قدامي ده ولا شعر؟ شعر. في ايه يا عم مصطفى؟ الله يسترك. كبير يا حبيبي. ما تجنناش الله يبارك فيك. يعني اديني كلام انا اعرف افهمه منك عشان اتناقش معاك. من الجدال بتاعك في حد ذاته جدال مش هيوصل لحاجه. ده صحيح. عشان كده يعني بتكلم بالعقل. المسيح هيجي. طب ممكن اسالك سؤال؟ ما تعمل لنا معجزه واحنا قاعدين. اقلبني مثلا اي حاجه. اقول لك بس ابعد عننا. اقول لك انا معجزه. افتح القران على الايه 59 من سوره الاسراء. نعم. افتح القران على الايه 59 من سوره الاسراء. مالها الايه 59؟ ما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب. كمل. طب ما هو ربنا ارسل سيدنا النبي بايات. معجزته ايه بقى؟ اسراء معراج ما حصلش. اتفضل يا اسمع مني انا بقى. اسراء اسمع مني. ربنا بيقول في القران سبحان الذي اسرى. اروح منها فين؟ بعبده مين؟ اولع فيها؟ بعبده مين؟ مين عبده ده بقى؟ هتقول لي ما اعرفوش. لا ده ايه رايك بقى؟ والنبي ايه؟ مين؟ مين؟ قال لك عبد محمد. نهار اسود. دكتور سعيد. يا مصطفى. بقول لك ايه؟ انت ايه اللي حصل معاك وانت جاي في الطياره بس يا مصطفى الاول؟ ثانيه بقى الله يكرمك. يا دكتور لحظه واحده هناخد معانا اتصال. مين يا محمد الاول؟ يا عاطف. عاطف منين؟ ايوه ايوه يا استاذ. يا عاطف. اتفضل يا عاطف. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه ازي صحتك؟ اهلا بيك يا عاطف. اتفضل يا فندم. اتفضل. تحياتي للدكتور عبد الله. بيهنيك الله يخليك. اتفضل يا عاطف. والله انا شايف ان الاخ مصطفى ده مضيع وقتنا على الفاضي ووقت الدكتور عبد الله ده وقت ثمين. وده انا شايف ان هو مختل عقليا والله ما ليه غير مستشفى المجانين. طيب يا استاذ عاطف شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. معانا مين يا محمد؟ انت هتقعد تدخل لي ناس عوام مش عارفين حاجه في القران. مش عوام. مين؟ ناس دخل لي ناس علماء. مش عوام ده. ده عالم. عاطف ده انا عارفه. عاطف ابو رواش. دخل لي ناس علماء في النانو تكنولوجي. دخل لي ناس علماء. والله عارف ابو رواش وحافظ القران. والله مين؟ اللي دخل حافظ القران. حافظ القران. يعني الف لام مين؟ انا مش حافظ. يعني الف لام مين؟ هو انا شيخ؟ يعني الف لام راي يا شيخنا؟ لا انا ما اعرفش. انت ما تعرفش. انا اعرف. اسال بقى اللي يعرف بقى. طب ما انت معانا مين؟ طب استنى نشوف الاتصال. مين معانا؟ محمد. وانك يوحى الي العلوم. يا سيدي انا ما احتكرتش. انا بقول رايي. يعجبك خير ما يعجبكش انت حر. بس سيبني لو سمحت. انا هقول لك المسيح ازاي. انا هقول لك المسيح وجهه نظرك عن هوضحها. كل اللي تحت اتصل يا سيدي هنسمعك. حلو. انت عارف ما هو انت يوحى اليك فانت عارف اللي جوايا. عرفت تعلم وما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. مدد يا سيدي. اقعد ساكت بقى. خلينا نخلص كلمتين. هدم الكعبه بالمره يا دكتور. هدم الكعبه. خلينا بس الاول نحضر يا دكتور. انا عايز الحق حج قبل ما تهدم. الله يستر. لا 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 ان شاء الله هعدمها بعد الحج. ما تخافش يا مصطفى. يا دكتور اتفضل. مفيش حاجه اسمها انا اؤمن بكل الاديان. الكلام ده تهريج. ليه بقى؟ اساس الدين عندك الايمان بالله وكتبه. بص يا سيدي
الإيمان بكتب الله وبرسله أمر لا نزاع فيه. لكن إن أنا أجي أقول دلوقتي أنا أؤمن حاليا بالعقيدة المسيحية واليهودية والإسلامية، ما فيش واحد مسيحي ولا يهودي ولا مسلم يقول الكلام ده. ليه؟ لأن العقيدة اليهودية الموجودة في التوراة بتخالف عقيدة النصارى في الإنجيل، بتخالف عقيدة القرآن. طب القرآن بيقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. الإخوان المسيحيين بيقولوا السيد المسيح ابن ربنا واتصلب ومات 3 أيام وعاش الكلام ده كله. هل هم هيقبلوا إن أنا أقول لهم محمد رسول الله؟ مش هيقبلوا. فلما أنا أزعم إن أنا مؤمن بالشيء وبضده يبقى أنا مخرف بلعب على الناس. ما فيش حاجة اسمها إن أنا أكون مؤمن إن مصطفى مثلا مسلم ومصطفى مسيحي في نفسه، ده مش ممكن، ده تهريج. القصة دي حصلت إمتى أقول لك أنا؟ في أصحنا الكلام ده درسناه في الأزهر. يا ما عدى عننا خرافات من كده. واحد كان اسمه أبو طاهر القرمطي في القرن الثالث الهجري، ده نفس الحوار جه في سنة 300 وحاجة هجرية، 260 تقريبا مش عارف 280، دخل الكعبة قتل الحجاج، سرق الحجر الأسود، فضل مسروق تقريبا 20 سنة من الكعبة. ليه؟ قال لك برضه عايز يهد الكعبة والكلام ده غلط. جه بعد كده في القرون المتأخرة واحد اسمه بعديه بثلاث قرون اسمه محمد بن تومرت بتاع دولة الموحدين، يقال برضه ندعى المهدوية وكان بيقتل الناس وبيقول لك أنا بأبر من المعروف ومنهى عن المنكر. جه بعديه بعد كده واحد في من 200 سنة فات كان بيقتل من 300 سنة فات، لا مصطفى غلبان إن شاء الله مش هيقتل حد. ماشي. جه بعد كده من 300 سنة واحد اسمه علي الشيرازي قال لك أنا الباب، أنا باب الله وأنا باب المهدي. بعدين ادعى أن هو المهدي، بعدين ادعى أن هو المسيح ابن مريم. خلي بالك. جه بعد كده واحد اسمه أحمد القدياني، خليك معي دكتور. ماشي. جه واحد اسمه أحمد القدياني، أحمد القدياني دوت برضو قال لك أنا المهدي وأنا عيسى ابن مريم وأنكر نزول عيسى ابن مريم، وبعدين عام ألف كتاب زي القرآن كده وآيات قرآنية وفي الآخر مات بمرض الكوليرا. واخد بالك؟ ادي القصه كلها. فالحوار ده احنا عايشين فيه من زمان وعارفينه وبندرسه. ايه اللي حصل لك الطياره بس؟ لا يعني مش عارف انا، اللي انت ليه حرام عليك ليه بتعمل كده؟ بص حبيبي، ليه بتضل الناس؟ يا اتسبت عليا الطياره صحيح والله. انت اسالك سؤال، لماذا لماذا تضل الناس؟ واحد جاي من كوريا وسايب حياته، لماذا تضل الناس؟ يعني انت جاي من كوريا عشان تهدينا؟ عشان اضل الناس من كوريا؟ لا يعني فكرت احسن. ما تبص يا حبيبي الاول، انا بص هتسمع هسمع ولا هتكلم؟ لا هسمعك. يلا انا قلت سمعني. قولي بس حصلت الطياره ايه؟ انت سؤال، هل انت عيسى ابن مريم؟ مش عايز افهم الحته دي. فهمني كيف، وده سؤالي اللي قدام الجماهير، ازاي انت عيسى ابن مريم وازاي المهدي الاثنين منك فيك؟ ازاي؟ طيب. انا عايز افهم. اقول لك، وقول الكائنات اللي دخلت فيك دي كانت ايه؟ يا سيد مصطفى رد عليا ارجوك، ما تعرفش من سؤال. وانا مش انا عايز هو يقول، والله انا عايز هو يقول عشان بس الجماهير تعرف. عايز تكتفي يعني تكتفي بالعلم الاسلامي لوحدك؟ يعني اقول لك انا راجل مسيحي ازاي يا سيدي؟ انت راجل مجمع اديان اللي موجود في مصر القديم. انا راجل على قدي من الازهر وغلباني عن مصطفى. ريحني بقى الله يخليك في القران بتاعنا والسنه. يعني ايه اجلى الجبهه؟ يعني انا بسالك اهو. لا انا بسالك انت، يبقى انت ما انتش عارف. قل لا اعلم وانا احترمك. والله لا عارف ولا مش عارف؟ عارف طبعا. يبقى انت ساكت ليه؟ مكسوف؟ خلاص ادي واحد مكسوف على هوا. شفت لحد مكسوف يا عم سعيد؟ اتكلم معاه. يعني اقدر الجبهه يعني اقرا يعني راسه صلعه من هنا، صلعه من هنا. انت ادي ده باروكه اللي قدامي ده ولا شعر؟ شعر في يا عم مصطفى. الله يسترك كبير يا حبيبي، ما تجنناش الله يبارك فيك. يعني اديني كلام انا اعرف افهمه منك عشان اتناقش معاك. من الجدال بتاعك في حد ذاته جدال مش هيوصل لحاجه. ده صحيح. عشان كده يعني بتكلم بالعقل. المسيح هيجي. طب ممكن اسالك سؤال؟ ما تعمل لنا معجزه واحنا قاعدين؟ يقلبني مثلا اي حاجه. اقول لك بس ابعد عنا. اقول لك انا معجزه. افتح القران على ايه 59 من سوره الاسراء. نعم. افتح القران على ايه 59 من سوره الاسراء. مالها ايه 59؟ ما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب. كمل. طب ما هو ربنا ارسل سيدنا النبي بايات. معجزته ايه بقى؟ اسراء معراج ما حصلش. اتفضل يا عم. اسمع مني انا بقى. اسمع مني انا بقى. ربنا بيقول في القران سبحان الذي اسرى. اروح منها فين؟ لعبده مين؟ اولع فيها؟ لعبده مين؟ مين عبده ده بقى؟ هتقول لي ما اعرفوش. لا ايه رايك بقى؟ والنبي ايه؟ مين؟ مين؟ قال لك عبد محمد. نهار اسود. دكتور سعيد. يا مصطفى. بقول لك ايه؟ انت ايه اللي حصل معاك وانت جاي في الطياره بس يا مصطفى الاول؟ ثانية بقى الله يكرمك. يا دكتور لحظة واحدة، هناخد معانا اتصال مين يا محمد الاول؟ يا عاطف.